أنا أصلي مع الجماعة معظم الأوقات، وبعض الأوقات أتراجع عن الذهاب إلى المسجد لأنه يخرج من فمي رائحة كريهة مزمنة، فهل علي إثم إذا تركت الصلاة مع الجماعة لهذا السبب؟ وهل يكتب لي أجر الجماعة؟ وإذا لم يجد مع الجماعة فكيف أصلي الجمعة؟ جزاكم الله خيرا. صلاة الجماعة واجبة ولا يتركها المسلم إلا لعذر شرعي، فإذا كان ما ذكره السائل يتأذى به من حوله، يعني يخرج منه رائحة يتأذى بها المصلون، فإن هذا عذر شرعي له، له أن يصلي في بيته ويكتب له الأجر إن شاء الله، لأنه معذور في ترك الجماعة. ومن كان يؤدي العبادة ثم تركها لعذر فإنه يكتب له أجر من فعلها، لأن الله سبحانه وتعالى يجزي المؤمن على قدر نيته، نيته الصالحة. فإذا كان هذا هذه الرائحة تؤذي المصلين ويتأذى بها الناس، إن هذا عذر شرعي له في أن يعتزل ويصلي في بيته، والحمد لله، وله الأجر من صلى مع الجماعة. أما إذا كانت خفيفة ولا يتأذى بها الناس فإنه لا يعذر بترك الصلاة، لا، صلاة الجماعة. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.